كتراث جزائري بالمنظمة العالمية لليونسكو، ملف شامل وبطاقة تقنية مفصلة بالمعايير الدولية عن تاريخ البلوزة على طاولة اليونسكو، زيادة عن وثائق يوضح طريقة تصميم هذا اللباس التقليدي بكل دقة. البلوزة الوهرانية التي دات الملامح تاعها من الزي التقليدي الأوروبي الأندلسي وحتى الفرنسي، وبالتالي عرفت عدة تطورات، وهذا اللي قدمناه في الملف اللي كان فيه طلب رسمي للسيدة الوزيرة، زائد بطاقة تقنية مفصلة معمولة بالمعايير الدولية تاع اليونسكو، لي زيشيل تاعها، لي فوتو، لا كاليتي تاع لي ديمونسيون تاعها، زائد زدنا اجتهدنا ودنا ان دوكيمونتير كور ميتراج. جمعية الأمير عبد القادر بإسبانيا كان لها الحظ باش استقبل دعوة من المكتب السياحي بمدينة وهران لمشروع مهم جدا، وهو مشروع تصنيف البلوزة الوهرانية في منظمة اليونسكو.